بالنسبة إذا كنت أنا مع ناس وأنا مداوم على طاعة، أخاف من العجب يا شيخ. خوفك من العجب عجب، وخوفك من الرياء رياء. يعني ما أبغى أسويها يا شيخ، بس إذا تخفيت يعني لا شيء. لا سويها شيخ، ما فيها شيء أبدا. شوف يا أخي الحبيب، جزاك الله خير، ما دام الإنسان، أنت قلت أني مداوم عليها سواء كنت معهم أو لا، صح ولا لا؟ صحيح. خلاص، إنما متى الإنسان يخشى ذلك؟ أنه لما يتصنع العبادة في مواطن هو أصلا في خلوته لا يفعلها، أرأيت؟ صحيح يا شيخ. هنا المنهي عنه هنا، لكن أنت مداوم على عملك دوما سواء كانوا هم معك ولا ليسوا معك، إذن ابقى على ما أنت عليه ولا تفتح للشيطان بابا للوسواس في مثل هذه الأمور، أحسن الله عليك. نعم، جزاك الله خير. طيب بالنسبة للحديث الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، هذه في مرضه أم هي سنة؟ أي ممتاز. صلى النبي جالسا، قالت عائشة بعد أن دهمه الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن المنسية عند الناس والتي يخجلون منها، أنهم لا يصلون جلوسا، إنما ذلك في النوافل لا في الفرائض، لأن من القواعد المقررة أن القيام في الفريضة ركن. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فجلس، فإن تستطع فعلى جنب، إنما هذا مقصود في النافلة، فلا بأس في النافلة من وقت لآخر. وهذا تراه عند بعض الإخوان الباكستان وكذا، تلقى يصلي وهو جالس، رأيته تراهم ولا ما تراهم؟ رأيت يا شيخ، رأيت. هذه سنة، هذا سنة عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، فلا حرج أن تصلي وأنت جالس، ما في مانع من ذلك ولا حرج في ذلك، وهذا من القواعد المقررة من تخفيف الشريعة، إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، ولا حرج في ذلك أبدا. نعم، بس بالنسبة للنصف الأجر صح؟ وأنت قائم، إذا كنت مستطيعا الوقوف، والوقوف أفضل، فمن صلى جالسا فهو على النصف من القائم، ومن صلى مضطجعا فهو على النصف من القاعد، فيكون كمال الأجر إن شاء الله قياما، وشطره قعودا، وربعه مضطجعا، هذا إذا كنت أنت قادر على القيام. أما إذا كنت لست مستطيعا للقيام فصليت جالسا فالأجر تام، والدليل عند مسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم، أحسن الله إليك بارك الله. سيدنا بس بعد ما يكبر قائم سيدنا ولا ما النافلة ما لها علاقة، النافلة ما لها علاقة، تكبر قائم تكبر قاعد، النافلة ما لها علاقة، إنما هذا يكون في الفريضة، ولذلك تجد بعض الناس في الفرائض يشغلون الصوت. يا أخوان الصوت، الله يرضى عليكم، أغلقوا. نعم، تجد بعض الناس، هذه أنوه عليها لأهميتها، تجد بعض الناس في الفريضة يكبر وهو جالس مع استطاعته أن يكبر قائما، فهذا صلاته باطلة، أعني الفريضة، لأنك لابد أنك تكبر وقوفا، تكبر وقوفا. الأمر الثاني، من استطاع في الفريضة أن يركع كما كان يركع النبي عليه الصلاة والسلام فركع على الكرسي، صلاة باطلة. نعم، إنما يصلي على الكرسي عوضا عن القيام والركوع والسجود لمن لم يستطع ذلك. أما يجعل كل صلاته جالس وتلقى بعدين يقوم ويمشي ويوقف عند باب المسجد بالساعات الطوال إلى غير ذلك، فنقول الفريضة تبقى على أصولها قياما ركوعا سجودا، صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك بن حويرث عند البخاري، وإنما يجلس في حالة تعذر الإتيان بالركن على الهيئة التي النبي وضحها عليه الصلاة والسلام، فإن أتى بها جالسا مع قدرته في القيام والركوع والسجود بطلت صلاته، هذه كلها أركان. أما في النافلة الأمر واسع، الأمر واسع. نعم، طيب يا شيخ، كيف نصيب السنة؟
والأجر نصف شطر الأجر. من صلى جالسا عملا بالحديث أصاب السنة، من صلى جالسا عملا بهذا الحديث فقد أصاب السنة، والأجر على ما قيل، والأجر على ما قيل. هذا لا تعارض بين إصابة السنة والأجر. لا تعارض بين إصابة السنة والإيش؟ والأجر. نعم. الطمأنينة ما سيدنا مع المحافظة على الطمأنينة بين كل حركة وحركة. هذه مسألة حضر، هذه مسألة أخرى. الطمأنينة لها علاقة بأنك تصلي جالس ولا تصلي مضطجع ولا كذا. الطمأنينة تبقى الطمأنينة، الأركان تبقى الأركان، أن يرجع كل فقار وكل عظم إلى مكانه تبقى كما هي. هو الحركات اللي من بعض سيدنا، لأن الحركات اللي من بعض. اسمع بس، ليس معناه أن أنا قاعد أصلي على كرسي أنا أسرق الصلاة. إيه. نعم. لا مو معناه أن أنا بصلي على كرسي أنا أسرق الصلاة، فمن يراني كأني جالس أنا أسوي حركات الويجا ولا إيش يسموه هذا اليوم. لا حبيبي، لا بطمأنينة وتؤدى وإلى آخره. وأنوه على مسألة مهمة، لمن يصلي على الكرسي وصلي جالسا، أن الركوع والسجود بالرأس وليس بالظهر. أيوة، الظهر ملوش علاقة. عن ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى على الدابة فكان يومئ برأسه، وكان إيماؤه في السجود أخفض من الركوع. فالقضية كلها في رأسك، ما لها علاقة أنك أنت تقوم إيش تاني ظهرك كما يفعل بعض الناس. هذه نقطة مهمة. فإن فعل صلاته صحيحة، لكن ليست المقصودة هي. الأمر الثاني، انتبهوا لهذا، بعض الناس بيصلي على الكرسي لما يجي يسجد يعلق إيده في الهواء. شفتوا هذه الأشياء ولا ما شفتوها؟ نعم نعم، شفنا. أيوة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. بل يبقى الأمر أنك تقبض بيديك على ركبتيك كما هي، ما لها علاقة أنك أنت تعلق يدك فين. وهذا مقطع كان خرج لأحد الناس قبل بضع سنة وردينا عليه، ما لها علاقة. ولما سئل ليش قلت كده قال عشان يفرق الناظر إلي بين سؤال. أنت بتصلي عشان الناظر إليك ولا بتصلي لله؟ ما لها علاقة، ما إيدك تبقى كما هي، ما لها علاقة أنك أنت تعلقها لفين في الهواء. أضف إلى ذلك الكرسي الآلي الموجود في بعض المساجد، كرسي فاخر وجميل بعجل وكده، وفيه زي المخدة كده يحط رأسه عليه في السجود، صحيح؟ هذا بدعة ومنهي عنه، إنما كما قلنا فقط إيماء بالرأس. ولقد وجد ذلك من يفعل ذلك فنزعها من تحته، أعني أنه يضع رأسه عليه بطانية ولا على مخدة ولا على كذا. لا، ما في مثل هذا. هذه كلها من الأشياء التي تخفى على الناس في آداب الصلاة على الكراسي. أحسن الله عليك. نعم.